بالنسبة لعمليات المويه البيضاء، التطور صار فيها كبير من ناحية أنواع العدسات اللي تنزرع بعد العملية. عندنا النوع اللي يسموه حادية البؤرة، اللي ممكن تنظر للبعيد بشكل ممتاز، لكن القريب الشخص يحتاج نظارة. النوع الثاني اللي يسموه متعددة البؤرة، اللي بتعطي المسافات للبعيد، للوسط والقريب بجودة جدا عالية، وبعض الأعراض الجانبية. أهم الأعراض هذه اللي يسموها هالات بالليل مع الإضاءات، حاجة مؤقتة بسيطة ممكن الشخص ما بينزعج بيها وقت السواقة. النوع الثالث يسموها عدسات ممتدة البؤرة، بتعطي رؤية للبعيد بشكل ممتاز، الوسط بتعطي رؤية للقريب لكن بجودة أقل من العدسة متعددة البؤرة لكن بدون وجود هالات بالليل. نقول لي طيب أنا أي عدسة المفروض أزرعها بعد العملية؟ هنا يجي دور الدكتور وجلسته معك، حيسألك عن حياتك، يسألك عن وظيفتك، يسألك عن يومك بالضبط كيف، وحسب حالتك وحسب فحوصاتك بعد كده بيقول لك إيش العدسة الأنسب لك. البعض ممكن تناسبه العدسة متعددة البؤرة ويزرعها، البعض ممكن تناسبه العدسة ممتدة البؤرة ويزرعها، البعض ممكن ما تناسبه العدسات الخاصة، ممكن العدسة العادية حتكون أحسن خيار له على الرغم من أنه يحتاج نظارة بعد العملية. لكن زي ما قلنا دور الطبيب يجي هنا بحيث أنه ينصحك إيش العملية وإيش العدسة الأنسب لك بعد عمليتك.